بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذ دكتور محمود يوسف، أستاذ القلب ورئيس قسم القلب كلية الطب جامعة المنصورة. حابب أتكلم النهاردة على الكوليسترول، وبخاصة الكوليسترول قليل الكثافة أو الكوليسترول الضار. إحنا عندنا في الجسم التوتال كوليسترول أو الكوليسترول الكلي، بيشمل كوليسترول قليل الكثافة اللي هو الضار، كوليسترول عالي الكثافة اللي هو المفيد. احنا هنركز على الضار. كوليسترول او الاسم ال دي ال كوليسترول او قليل الكثافة، ضرره بيجي من انه بيشيل الكوليسترول من الكبد يوديه للانسجة. مش كده وبس، ده كمان بيدخل الكوليسترول في الانسجة. الكوليسترول لما بيدخل في الانسجة بيحصل شوية تفاعلات بتؤدي في الاخر الى حدوث تصلب الشرايين، ثم حدوث جلطة أو تجمع لصفائح الدموية على الجدار، مما يؤدي لمتلازمة الشريان التاجي. الكوليسترول قليل الكثافة كل المؤتمرات بتقول إنه لازم يبقى له مستوى معين. المستوى ده إنه على حسب حالة العيان، يعني لو العيان فيه عوامل خطورة كتيرة زي السكر والضغط والدهون، يبقى المفروض إنه مستواه، وعنده حاجه في القلب كمان، المفروض مستوى يبقى اقل من 55. لو العيان عنده سكر بس ما حصلوش مشاكل في اعضاء تانية، فنقول عليه هاي ريسك او عالي الخطوره. ده ال LDL او الكوليسترول قليل الكثافه يبقى اقل من 70. العيان اللي عنده سكر بس وما عندوش حاجه تانية، يبقى ال LDL بتاعه اقل من 100. فتبقى الارقام 55 او 70 او 100 على حسب درجة خطورة العيان. والحقيقة اي حاجة في علاج الدهون بتبدأ بنمط الحياة اللي هو تنظيم الاكل والنشاط البدني، على الاقل انه يمشي كل يوم 30 دقيقة 5 ايام على الاقل في الاسبوع او اكتر، ثم الادوية وادوية الكوليسترول متاحة جدا. برضو عشان الناس اللي بتقول ان ادوية الكوليسترول بتأثر على العضلات، الأعراض الجانبية لأدوية الكوليسترول مش لازم تحصل في كل الناس، ممكن تحصل في بعض الناس. علشان كده بناخد العلاج بعد 4 لـ6 أسابيع، بنقيم الموقف ونعمل وظائف كبد ونشوف التأثير. شكراً.